كلنا تيالي عندنا دلوقتي معرفة انتخابية. يوم جميل جدا جدا، وكفاية ان مصر بتنتخب الرئيس، دي اكبر نعمة علينا ان احنا ننتخب الرئيس. بس وقفت كتير في الطابور او حاجة؟ لا والله انا سعجوز فدخلت على طول. الانتخاب الرئيس دي اكبر نصر لينا كلنا ان احنا، بصرف النظر عن ان احنا في تجربة جديدة مقبول ان يطلع فيها اي حاجة، لكن انتخبنا رئيسنا دي حاجة تجربة رائدة، وانتم ان شاء الله بركة فيكم تيجوا بقى الاحسن في المرة الجاية واللي بعدها، وتستقر الديمقراطية في مصر وتاخد موقفها كبلد عظيمة مسؤولة. وبعدين مصر رمانة الميزان للمنطقة طول عمرها على مر التاريخ. منظمة اكتر، فيها نظام، بس طبعا غير بقى دلوقتي، يعني انا سامع على التلفزيون وكده في خناقات ومشاكل بتحصل، بس يعني انا ما شفتش بصراحة. انا اللي انا شفته، انا دخلت في 10 دقايق والناس محترمة جدا ومفيش اي حاجة. اللي خلاني انزل عشان انا الفوت بتاعي هيفرق، يعني لو ما كانش هيفرق ما كنتش هنزل، عشان كده عمري ما كنت بنزل قبل كده، عشان كده دلوقتي النهارده انا نزلت. هو كان بس طابور عادي، بس الحمد لله العمليه يعني الموضوع تم سهل. لكن اللجنه اللي هي في النزهه الجديده اتفاجئت، رحت وما لقيتش، قالوا ان هي اتنقلت حته تانية. فبعد ما رحنا النزهه الجديده قالوا انها اتنقلت الحجاز، فاخدنا تاكسي تاني للحجاز ورجعنا. بس دي لجنتي، لكن لجنه اختي كانت الحمد لله. يعني انتخاباتنا المره دي احسن كتير من المره فاتت. يعني وجع الشمس وحر الشمس ده في الاخر، يعني نزلت تنتخبي ليه؟ عشان نستحمله، عشان احنا عملنا حاجه ولازم نكملها. قعدت تقريبا ساعتين ونص داخل هنا الساعه 3. الحمد لله. الدنيا زحمه قوي كده؟ الدنيا زحمه، ان في طابور بره هنا وفي طابور جوه في قدام اللجنه. لا التنظيم موجود، بس الاعداد المشاركه كبيره، يعني المشاركه هنا تقريبا بتقارب بالمشاركه مع مجلس الشعب، مع انتخابات مجلس الشعب. قولي يعني ايه اللي خليك تتحمل ساعتين ونص النهارده في الشمس؟ عشان مستقبل مصر طبعا، مستقبل مصر، مصر تروح في طريق احسن يعني، وطريق كويس، ويقودها رجل يعني رجل باذن الله يوصلها للتنميه والبناء. شايف ان احنا بنعيش تجربه دلوقتي؟ لا ما فضلتش. يشرفني أن ينضم إلينا في الجزء الثاني من هذا التحليل للمشهد الانتخابي الرئاسي لليوم الأول من الانتخابات التاريخية لرئيس مصر القادم، الأساتذة معنا منذ بداية الحلقة، سعادة الأستاذ ثروت الخرباوي المحامي، سعادة الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والمفكر الكبير، أيضا معنا القيادي وبحزب المصريين الأحرار سعادة الأستاذ أحمد خيري، ومنذ فترة طويلة افتقدناه بشدة أستاذنا الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، وأخيرا وليس آخرا سعادة الدكتور مأمون فندي رئيس برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات. أهلا وسهلا بكم، وأعتقد أن اليوم الأول من الانتخابات يعني ألقى بظلال كثير، وكان هادئ نسبيا في بداياته، لكن على نهاية النهار تم تمديد الانتخابات إلى الساعة 9 مساء. أساسا هل تتصوروا أنه يعني بكرة سيستطيع الشعب المصري أن ينتهي من الانتخابات في 9 مساء غدا مثلا؟ اسمحي لي، أنا عايز بس أقول حاجة، معترض على كلمة لحضرتك اسمها الانتخابات التاريخية. أي كلمة تاريخية دي ما لا يطلق إلا بعدما يستقر الحدث، وبعد ما إن نشوفها انتخابات تاريخية. لا أنا بختلف مع حضرتك، دي تاريخية ونص وثلاث ترم. لم تتم الانتخابات بعد، لم تنتهي بعد، لم نعرف نتائجها، لم نعرف اتجاهاتها. عدى يوم على خير، عدى النهار. دكتور جمال، هو كلمة تاريخية كلمة بتقال، حتى كلمة التاريخ دكتور محمد جوادي مؤرخ لازم نعرف إن الظاهرة لازم تستقر حتى نقول عليها أنها ظاهرة تاريخية. دكتور جمال، ما نقدرش نقول انتخابات تاريخية من حيث الشكل، يعني مش مجرد ان احنا شفنا شويه تنظيم يبقى خلاص بقت تاريخيه، مش معنى ان احنا شفنا ناس راحت او ناس جت او ما جتش في تاريخ الشعب المصري. طب ما الناس ما راحتش النهارده مثلا يا دكتوره، بس اول إيه؟ في ناس راحت، ما في ناس راحت، نسبتهم كام؟ حصل لا يتعدى انا في دايرتي في القليوبيه كلها لم يتعدى الحضور في المتوسط من 10-15%. دكتور جمال النهارده، فيعني كلمة تاريخية أنا معترض عليها. حضرتك تعترض وانا مصرة انها تاريخية. ماشي انا مصرة انها تاريخية. دكتورة هالة، اتفضل يا استاذ. عندما سيجلس المؤرخون ذات يوم بعد 50 سنة او 60 سنة ويكتبوا عن
مصر في الفترة اللي احنا عايشينها دي هيقولوا قامت ثورة في 25 يناير ويؤرخوا لهذه الثورة سواء نجحت أو فشلت سواء حققت أهدافها أو لم تحقق. ولما يجوا يتكلموا في